يرديا يرديا هاي علمي قوايفتين هذا ما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي ونالت لغو حوكس دو لغو اذيقتاي وعين كجر لي الفصل 11 في الورع في عارة التعلم فصل جيكم يتمنى ذي كان لي حران ميرشدا إيا قوم قلنوا حراشة كنت ذا لا حران دي شبهات كرايس كيرا لي حلق أو أحبرنا إيوه مرنا وأسبابها نفله كوينتقالاني مرنا وإليس حقا لقو أقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر لي الفصل 11 في الورع في عارة التعلم فصل جيكم يتمنى ذي كان لي حران ميرشدا إيا قوم قلنوا حراشة كنت ذا لا حران دي شبهات كرايس كيرا لي حلق أو أحبرنا إيوه وعين سوها إني قال يولي هاي شيخ وليتري أو حصر هذا للشيخ الجليل الزاهد الحاج نجم الدين عمر بن محمد النسفي شعرا وقال أيضا رحمه الله وحولي إساقي الله نحريس مركل أنا وإن من دون أيوه واتين صوت المانا يترجم ذي سوح بينك صوت المانا وحن سحري أن هو همي أيوه أن يسبق الدين لما الشيخ معناها أم البراهين عقيدة الليلة هذا أما السنوسية سنوسي بانه إستقوى تولاية هاي عقيدة الأشعرية هذا أما كتب الله أقلسة كميرا هاي والنسفية الليلة هذا وتشرح هو إنه كلها سعد الدين تفتازاني وكبلا من يقال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للصوف الصائية وتي ورنجرو اد باي مركا هذا لبدن او قيمه له ايا كو جرا وحيرها قيمه هره لا سو قاتو وخا كميده وخا بدن او قيمه له باي كو جيره وا ساوي غو كلا ايا وخه يناد تفسير كيسا ال عمران ايات كده انو هريه مركو فسر ايا با وخه سو قاتا هذا الاورنيا اخذ بظواهر النصوص من اصول الكفر النصوص الظاهر كده الله قاتا وصوشا قال لماذا أي كم نتاي استقوى هذا الكلام كده ده من كل إياها يوحنا ذا والنصوص على ظواهرها والعدول إلى معاني يدعيها أهل الباطل الحاد نصوص وظاهر كده سيء الله قفا ميا الله قلق ميا إن الله وعده ظاهر كده قوى عده معاني أي شاقري أهل الباطل كو وإلحاد بول مركا وحوي أن السفية بيسق لي هي أم البراهين السجى سلوسي بعدها. مريا وقال أيضا وعري أطيعوا وجدوا ولا تكسروا وأنتم إلى ربكم ترجعون ولا تهجعوا فخيار ولا قليلا من الليل ما يهجعون. أطيعوا أطيع إلهي وهو كان سما يا رسول قيس وجدوا دلالة ولا تكسروها وهسننا وأنتم إذنكم إلى ربكم ربكم أيا ترجعون الليذين علينا إياي ولا تهجعوها سيحاننا فخيار الورى خلقي مرقى كوي هو الأكسر أيا وشرف ضبطنا قليلا من الليل إن يروها بين كمنا ما أذير أيا يهجعون أي سيحان أيا نهرددو دي سيحشدو دعاحي والله يا شيخ وحك الشيخ السيري عمر النسبي أطيعوه
اللي رسول جيس أطيع وها جاسمة وعيد ورينا لك علي وحيدين دي دينا خدير هذا وجدوا دذالة ودذال السمائية ولا تكسروا ضاعاتك يا وحبر الشدة هكا عاجسين وهكا دالنا والحرمض إلى ربكم ترجعون معنا هو علاك لك يد محايا لي دي ربي جين حقي سايا لي دين علينا يا بركة دادتك الدادالة اي لها يا ضيعة دي وحي ولك سايا لو دياري يتناتك ايه لي كوا مركة دي يقوى السداء يا دادالي ويا اي لها يا رسولك سايا ضيعي دي ايه العقوبة ايه مضريا ولا تهجعوها سيحننا من الهجوع والنوم هسيحننا معناه هردد يا رئيس ويا ولا سيحن يا يقف ويرو سيحن ولا قمارمان لكن هردد يا رئيس ويا فخيار الوراء فهذا لتعليل ذاتك كوهذي ومشرف ذا يوبرك يقيبها بدا قليلا من الليل ما يهجعون اي يروها بين قمدوا آذير اي مركا سيحنيين واقتباس مركا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون آيات قرآن مركز أو صوقاتي وهي أو مركز سورة الذاريات وكالصوقات وهي اقتباس بالليل هذا مركز قبيقة مركز دحقر يا وح قرآن كم ذا سيدي فالله واسأل إلهك حفظ حفظك راغبا في فضله فالله خير حافظا سيدي إلو حالي سمر إن آيات في سورة يوسف كم ذا بوسو الحقرية قليلا من الليل ما يهجعون يروها بيه كم ذا أيه سيحدان السيدة صوكرايهان هرددا مركا يا رئيسا انت بضان مركا سوچيت كبتصدا وحل لغو سوچيت ايانا دي ما هكو بدا وشدهد يا فيسبوك مركا ايه دهده وحوه يا إناد عباده يستو يا إناد علمي مذاكرة صدا خلصتو وينبغي وحبان يصصيبه دفدرا انه دفدر إسلا صاحبيه معنى دفدر قال هذا وحلقه هذا كتاب مبوك على كل حال حارضك الصا ليطالعه سوء طالعه وقيل وحل من لم يكن له دفدر في كمه كم جيس كان دفدر كسغنين لم تثبت الحكمة حكمة في قلبه قلبه سقب سغناته معنى هل كان وحي دوسعته وحب ونقفجي إنه فإذا إنسان أيوه وقتك السين فإذا يسن أيوم وقتك السين وحقر السن أيوم وقتك السين مرأة وحنفع أيوم وحتر أيوم وكبحية أنا بلاش كغلو منه كبح عليه وينبغي وحلوان أن يصحب إنه إلا صاحب يوم دفدر أن دفدر إنه إلا صاحب يوم دفدر قد يبوكي وحلقو قرية أيان لوجه هذا مركا أما كتاب إنه دورينا أما دفدر يبوك مركا وحقو قرتي على كل حال حارضك السام ليطالع سوء طالع ذو يعني انت يرد فراقية جانس يا وقتي اذهشو انا رد مركا هلينيني هداد قاعد الله صعوتو انا رد مركا وحقرس كوشي يستو هداد ميل يربري يستو او مقاحيشا وبر يستو انا دخل يستو او قرول بمركا وحد دخل ذو ديكتو انا دو وضطو دادك عمري قوة كفة امام النووي وكرة الجمدي سوح الله تلماما ان حتى قفضو صوبو غضو مركو سلام ده يا وحي مركا لك مارمانا وقال جوابين كتاب دي بجري ويسكي جيدين إياه يعني هل قال انتو قوصا وليسي وقوشا كين لكم مشغولين أي مركا يسكي جيدين وكتاب دي بجري وطار عضو دادك مركا وقت يقول هذا كفا إذا يواكوا يسوشن يا فرتين جرى دي تراث يلنو ينوغتك يا نواركن إلهي نوافتشي وقيل وحل يلي حكمهان لو يدمع لها كيني من لم يكن من لم يكن له دفدر في كمه كمك وحل إلى هذا لغا قميس كمرك هلك قعد ليك لي إلى هذا كم وسعوا أكمامكم ميهد وعظموا عظائمكم هذا ينكسوا مرينة أبو حنيفة هلك سيح إذا منا هلك لبدي ذي وحكوك هذا انشرين ما قرأني أن مرك سيح وحلوك هذا لي إما كدين دا صوت شابضات بضها يستطايو تي هالكراديسات أو تي هالكراديسات أو تناديسات أو ميدو صاديسات أو شندت بعض قادريس وحيلا برا بدنا نسيان حق هذا تو وين ميسد مريا قفجي أن
وهو آخر السؤال هاي إن أكون جيس يق عندي سؤال كتشرين لم تثبت الحكمة في قلبي حكمة قلبي يسق وصلاته وينبغي مرقى وحابون أن يكون في دفتر بياض دفتر قاد سيطلع ميلعدي وين يكون سوان داي ليكتب فيه سوء بقر ما سمعه ما يسمعه وحو كمغلي من أفواه الرجال رقى مرقى علماذا لأفقض وحو كمغلو ويا صاحب يونس صاحب يا يا وليس المحبرة محبرة ذي يتوادي واشي خدك وكتشري ليكتب سوء بقر ما يسمع ما يسمع وحده جيسا أما ما يسمع وحده مقلو وقد ذكرنا حديث هلال بن يسار أيها سوى شغل رحمه الله الهادي من يشاء كان وين سوى شغل نبول وينبغي وحابون مشغل لطالب العلم وينبغي قفك طالب العلم وحابون أن يكون في الدفدر الدفدر كاوليبا وقاذن أيوه إنه بياض ميلا عدي حاشي بناني إلي كسو جيهين ليكتب سوء وقره ما سمعه وحكم مغلو من أفواه الرجال رجع أفقوذ وحكم مغلو سوء مركع وقره ويصصحب إنه إسلا صاحبيس المحبرة توادي خدك وقشرين أيها ونأسل ليكتب سوء وقره ما يسمع وحا مغلي أو لقيسان مركع أما ما سمع وحكم مغلو دائما قال إن يبقى يربط هلك أسكيك الشرعي سايو خير يرى بوجيب قال لا واسك اساس قال ان كينا ديلاي وينو بديدي ايا خطود وحاي قوشر يرى كو دادن مريا كو سخين يبوها قال ان كود وحاي قرن ايام بو اها حدنا ديدال كينتا لك بسميني وقد ذكر حديث هلال بن يسار ايان مرقا سو شيغنا رحمه الله الهادي ما يشاء ديد جاء مرقا انو نكنا يعني صحابته نين ما عالي انو كجيرين وينو صوت المان يا حديث جاء وحي لحني ليبا الفصل الثاني عشر فصل كيل لبي طبناد فيما يورث الحفظة وفيما يورث النسيان ووعد حلسين أيي أي سبب النقون أيي حفظ يقب الشوء أي وعي سبب النقون أيي نسيان يئلو الفصل الثاني عشر فيما يورث وعي قبض حلسين يئسين يكسب سين الحفظ إنه مرقى وحق الصوم مغلا وحفظه وفيما يورث النسيان يوحي إلا وقع لحل السين ليه وأقوى أسباب الحفظ حفظ أسبابتي سوحا وحوك بضن الجد ذلك والمواظبة يشوكتين ده وتغليل الغداء قدده ليسكي يريه وصلاة الليل يسلاة هبينك وقراءة القرآن قرآن آخرين تيسنا من أسباب الحفظ أسباب الحفظ أيها كمنتاي قيل واحد ليس شيء وحماهان أزيد من وكر لنبضا للحفظ حق حفظك من قراءة القرآن القرآن كأخرين ديسا نظرا أيضا ولما في رأي أجمع كتابك لك أجيو أما ماليه كانوا كقرآن لك أجيو وحوك زيادين بدل مجلو وقراءة القرآن القرآن كأخرين ديسا نظرا أجمع أيها أفضلو كفضل بضن دين كرك الله آخر يوم ولقوله عليه الصلاة والسلام أفضل أعمال أمتي أفضل أعمال أمتي وحوق فضل بضن قراءة القرآن قرآن آخر يوم نظرا يقبل لك آخر يوم إذا كتاب كل يجي وعشاء يقول رحمه الله تعالى وأقوى أسباب الحفظ أسباب التأيي وحيالة أسباب الحفظ يقول نغضا وحوق بضن الجد ذلك أوقفك الصمين أيوم أيو مرجع وحبر الشدي كده ذال أيوم أي صو آخرين دي يدي برا عشدي وكده ذال أيوم والمواظبة يشوكتين ده مرجع وشوكتين أيوم وتغليل الغداء يا قدر ده مرجع إسكي يرين ده هذا اسم اللي بايو تغذى بوحي عنتاد أنا مرجع إنا إسكي يرئيسه وحيرها مرجع وحلو وحيد ذي أيه كميتاي أنت بدني ذر مرقى ده وحيرها بلاددي يحفظ عندك هنا أيه كم نطاي نين عندور جرسون مرة يحيى المعاذ الرازي نجي وعدكها أي هذا الأذ الأيام لم ألي لو كان الجوع يباع في السوق قال جدو حديا هل خيط بضيعة سوق تالو لقوه من أيوم لما كان لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق يشتروا غيره
هذا يهان الله يدك أجدو وحبدا يعسوق اللقو يبين أيوه ذاتك آخرة دون كان آخرة وشهداء وما يهاتين سوق مكي سوق لهم وحانا يدهين إنه يبسده إيه دم يبسل لهي ذاتك مرك آخرة دون أيه وحبرشد دون أيه إنه مرك دين دكور مران دون أيه gaajada haday ayu suuqa laga yibinayo ay keen lahayeen suuqa markay soo galay wax kale ma yibsan gaajada ma yibsan lahayn macnaa qofku de wax la doonayo inuu dhara gowniska ilaaliyo wanaaynu deyn badan baa kitabka inuu ka soo hadalayo qofku waa inaan cuntada cunin isagoo u baahanin waana isagoo u baahan waa inuu ka kacayo calooshii wada buuxinin cunto markaa wanaageed iyo qiimaheed iyo wax tarkeed waa sidaa laakiin cuntada deyn laga go'ayo maaha وصلاة الليل هي مركز وصلاة هبينك هي وقراءة القرآن قرآن آخر تيسو أما واحد لا وقوى صبحي الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل هي صلاة هبينك اللي تكذت هجدك هذه الحد بأي رقيمة بضن أي الله ضحي صلاة هبينك عدة إلهي ووافتشيه yaani dan yarada iyo hurdada ku badano yaani de waa saalad suuxba say u soo kacaan aya adage de marka qofku u xogi gaado cid ilaahay u wadaydiyo moya ayay u sahlanaata hooyaday ma waxay ka jirtay saddexda markaas aanu la jiray ugu soo duceeyay ilaahay xilligaaga soo kale ay kaciyo markaas uu inta dibad ka gaari doonta markay ka dhamaato baash marka dhalinyaradimadu marka hordabada meel salaada dirka lagu kiciyay laakiin marka soo qofku si weynaadaba yaani uu la soo qabsanay insha Allah Allah inuu fudaydi waa wax aad iyo aad muhiim ah warata nabiga sallallahu alayhi wasallam u laha wasallu bil layl wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam habeenki tugada iyagu dadku hordaan ilaahay jannada sanadii ilaahay ku gali doontaan suruzu layl gada qofka kacaya waa ki hadithiisa aanu shay ilaahay inuu soo dago sabab dunyaha u soo dago soo dagid ilaahay u cunanta oo isaga u qaranta oo inteenoo karaahayn markaa wilaayaha wuxuu weydiisanayoon siiya yaa dami dhaafi weydiisanayoon u dami dhaafaa yacni taasu markaa qofku ku helaya waqiraatul qur'aani qur'aanka akhrindiisa oo qofku markaa uu joogteena min asbaab alxifd xifdiga iyo korka qabashada asbaabtiisa ugu muhiimsan ayay markaa ka mid tahay قيل وحل ليس شيء ما هن الزيادة من وكر دين بدن الحفظ يا حق عبدي يكر قبشنا من قراءة القرآن قرآن جا آخرين دي صار نظرا أجمع من الكتاب كل جا أجي يلا آخرين أذو كرك كعيا أنا كرك كآخرين وقراءة القرآن نظرا قرآن جا آخرين دي صار ديو كتاب كأجي يا أمد وح كلوك وقرية مك وقشرة أتكأخر ذا afdalu ayada ayaa ka fadli badan deeqray akhriin aad qur'aanka ka akhriido wa li qawli alayhi salatu wa salam u yiri afdalu a'mali ummati ummati a'mashada waxa ugu fadli badan qiraatul qur'aan nadhara quraanka oo laga akhriyo lagu akhriyo marka eegmo hadithkan marka waxay culimada badan ay ku xugmiyeen mawduuc inuu yahay oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam lagu been abuurtay laakiin ma tirmidi baa nawaadir usulka xadiidiga ku soo saaray afdalu cibaadatu ummati qiraatul qur'aan nadhara isagoo saayay shawaahid kale oo marka ayaguna aan ka darajo yaani ayaguna daciif jiddan aad loogu tilmaamay ayaa ayaguna jira mid bay haqi shucab iimaanka uu ku soo warinayo afdalu cibaadatu ummati qiraatul qur'aan cibaadada ummadayda waxa uu wadaa qur'aanka akhrintiisa ومركب نظر أنه لا سعنين هي مذكرة ومركب ابن قانع معجم قيسة وكسة ورين أيو أفضل العبادة قراءة القرآن لكن نظر خاصي لم يسعني مركب موضوع بالله قلت الماما لكن حديث قصيدة ها هذا هذا رأوا لماذا وفي عنتها يبين لحظان وإمام النووي بها كتاب سنة ذكارك وحكوا إلى قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه quraanka oo laga akhriyo kitaabka ayaa ka fadli badan in laga uu ka akhriyo xifdigiisa hakada qaala asxaabuna asxaabu shaafici sidaas ayay yidhaahdeen oo asxaabta iyadu sidaas ayay qabaan buu yidhi
وحكى له سير راعي وهو مشهور عن السلف سلف جي ومضى مرقى دي صحابتي يا تابعين يا تابعين دي ينا أرنقى سي مرقى معروف أيها أكتو ذكاها يشي مشهوره عانا أيها وعنا هو ناكسن حضب إيساق قفقى سيدي أرون أو مرقى خشوع كهير أيوم أو تدبر كهير يقف بين السماء أيوم وأي دتك حفاظة غير خود أي إلي مركا كوركا كأخرياني أي حاجة تدبرك إيو فيرسك إيو الله صعدك أي وفي عنده أينو كتابك إيقو قارنا كتابك أي وفي عن حد با يساق مركا قفك سيدي وحي قرآن قال لغا بانا تدبرك إيو الله صعدك إيو حد با يساق سيدي وفي عنده أي أول أكسن وروى شداد بن الحكيم ورأى شداد بن حكيم بعد إخواني في المنام هرداء يوكو أركي منام يورياء يوكو أركي فقال وعلى أي شيء وجده أنفع كي أياد هالشيء ونفع يبدنا قال وعلى قراءة القرآن قرآن يأخذني سنظرا يعني أجمع مركان لقو أخريه بس هذا رواية إسكما سلا رياء يمركا إسكلاح لي لا أياد وحوين أنكسي تعلقين وعليا هاي نقل إلى هذا ورأى شداد بن الحكيم شداد بن الحكيم البلخي أبو عثمان وحارقي مرقى شيوخ ذي بلخي مقال ذا الله إلى هذا وقوه الرئيي ورن المرقى أرضي ذي زفر بن هديل مرقى كمدة إن المرقى مرجع يكوت المامين لكن حديث يسو التوصلة مرقى ثقاته وحكورين أيوه لكن مذهب الإرجاء مرقى نين مرجع يكوت ليين أيو أحا بعد إخواني ولا الذي قارك هذا أيوه في المنام منام يهرداء أيوه كأركي فقال اللي أبوح كيلين لأخي أي شيء وجدته أنفع شيء أياده الشيء ونفعي إيوه احتربتنا وعي مركة أعمالات صوصة بيسي قال قراءة القرآن نظرة وعلي قرآن كأخرين ديسة أن مركة يقمكو أخرين يانوسح وكي يقيو كاس أي مركة يقوم أنفع بدنا ويقول وحرنا يا عند رفع الكتاب كتاب المرقى وكر وقاضي وحرنا يا بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين إن دا سيورا المرقى سو كتابك ديو صوقاضه ويقول بعد كل مكتوبة وحرني آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه إن داس أي أخرين أيام وعلى يشاغه ويقول ورخا وحيارد حفظي يكرنين أيام ويروضاين ويقول على عند ربع الكتاب كتابك وآخرين يوطى لعنى يمرك كرق هذا يوم وعلي بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف معناه كلمة ذها وانا رانيا عدد كل حرف حرف قصت الذي كتبه وراء الله قري ويكتب الله قري دونه أبدا الآبدين كوا دي وري يسري ولي قدب ودهر الداهرين كوا الزمن زري الزمن كوض ربا حالو يهي ويقول بعد كل مكتوبة نوح رلي آمنت بالله الواحد الأحد وحده لا شريك له وكفرت بما سواه انتاس أيو أرانا يا أبو يلد هذا لكن إساقنا وحا صوقاتي إشبيه الشيخ على كتاب سأل المستطرف أيو عييلي ووجد في بعض الآثار عن بعض بأنه قال سيمكتب الإسلام نسخدي ساسي مركة معلي قيده وكسا قادنا أيوم وعيلي شيخ أسام مستطرف كتاب جيسا وعو كيلي كسر لي هذا الكرة وعيلي ووجد في بعض الآثار عن بعض أنه قال إذا أردت أن تكون أحفظ الناس حتى دوني سيئنا أن تقول ردتك أو حفظك فقل عند رفع الكتاب طنده حتى تنقل اللبدي هذا ذكر الإشبيه وحاو الشيخي وإذا أردت أن ترزق الحفظ فقل خلف كل صلاة مكتوبة صلاتك الصوفر للدفد نوحة الأمنت بالله تسلم لكن وحن نصوصه تلمام يا مجرو أسلن قيادة بنا أذكارتو
هي عبادة الأمام با لأيضا مهمد يدي قيمها إلا دعين قررين حدنا مركا لو سمين أيو حلي أما لو سمين أي عدد يترو أما لو سمين أيو كيف يقى وتوقيف يوحا لك مارمان إن لو هيرو نس إن لو هيرا إيا لك مارمان هذه كلا بدعاية نقول إيسا هذا هذه آخر ستو ما أنتونا هذه آخر ستو وآد بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر أتلا هذا إذا هو غبسان ما يصو هذا مرك أمد بالله الواحد الحق وحد الله الشريك وحورد بها سواته إذا هو غبسان ما يصو لكن أنا تكون قارية شو مرك الكتاب كقادة يصو أما السلاة قصد بذيذير أد مرك كون قارية شو تاوح اللي قول لي يحي نسبة لقارها هذيك اللي هو بدعو أي كان نقول إيسان لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أيه إنه قصوا عند السرادة الدبدي أذكرت لورني أتحيات في أذكرت الآخرين هي دعوك الآخرين أيوه مركز السرادة اللي قبل أذكرت الآخرين أيوه هل الكتاب كروقات كي أذكاري نكاح إنه قصوا غير مشرين إذا مركز الله بقى آخرين أيه مركز أساس على بره دان النص وعدين يا مشرين واحد شريات دعوة أي إما ضم إنه في كتب ده في قيء إنه سؤال قيء إنه أنا من هاج كه أي نكوارك نمركز لو يسي سنة أيوه waxaa jira muharrar kii iyo kutubii ka horeeyay duca markii la weysaysanayay ay u dhigaan oo marka yaani gacmaha la mayray iyo ee marka la luqluqay allahu marihni raayih aljanna markii wajiga la mayday allahum bayd wajhi yawma tariyadu wujuh wa taswad wujuh ila wajhiga ay cadee allahum harrim bashari wa markii madaxa la masaxayo allahum harrim bashari sha'ri wa bashari ala nar ilahu ka xarantinime midigta marka la mayriyo allahum adi kitabi bi yamin يا اللهم لا تهتمي بالشمال ولا تطلع ما يريو اللهم ثبت قدمي مرخل وقال ما يريو وتنزل فيه الأقدام وكإمام النووي وحذف الدعاء الأعضاء إلا أسلم له من هذا جو حرمية دعاء ذي حبناه وان ترى أصل مره هذا الدعاء ده بالقيمة هذا أجي مناسبة ده يسيطاي هذا نروح على بوله فقارية الخاء فقارية شال كأديب والناس نبيها كيسلم بيدعمك نيسا خير كير زي مركب متشرف لكن ما أنتوا لهدد قد عيسى الله المحرم بشري وشعري على النار اللهم ثبت قدمي قدمي على الصراط وتزل في الأقدام اللهم أرحني رائحة الجنة إذا هو غبص ما يسوع لكن قاريا القاد ما شاء يترد قارد ويرسو توي تمرك بدعاء خليج ساء إما يسكت لنا مركا أي تا أنت ما زورك هن محمد كسران أي قفقي خيري وناك دور يلا كاس أي مركا كفران ونجي تلمامي إني مثلا جنازة أكهرة مرك الله وضو إن شب أيده العمسيه اللي قاضو حتى الذكر إن لا أخره وكراه علماء قتل المعمين وإن قايم بظن لي لا إله إلا الله لا إله إلا ميت إلا ندب قري وبدعو حتى لنا على مرك كأي أفضل ذكر لا إله إلا الله ذكر واحد وقف عند بدن لا إله إلا الله ما أنتو دنود لا إله إلا الله ما أنتو دنود لكن إن أدمرك هون ترى زدي لا دقاتي يا قارئ لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله دبقره وحلو يقول ليه هو ممنوع وبيدعي نقول إسحاق يا كويله هلك الشعر لا إله إلا الله وقديك شو أم مسلك وحلو يقول أم مسلم وقال يقول مركزك صعب حضور قدي ما أنتوا وذا كورد عد كدي ذي سامي ترتو لكن الشعر ونقولك تما يترو لا إله إلا الله مركز الله مغرى لا إله ترى زهلك الشعر لو قديكه ثام مركز الله قمقرا ويكثر روح بصري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كسلي النبي أيوب بصري فإنه رحمة للعالمين نبي قوان حريص أيو مرك عالمين تا ويه أيون حريص إلى هيو مدى وصادري أما ذكر للعالمين يعني نحريص يا مرك حس أيو ويه يعني نحريص مرك أيكو سودك تسلي جيسا وإلى هاي مرك حذية خوف ضيدي إلا وركاتك أيرة جينية دوانا كي عديد كي تلمذي ورني سحابي لها مركا الصلاة إذا ما الدعاء إذا أردن يعني كسلقا كأيان كيه الأيام إذا تقوى همك ويغفر ذنبك نبي صلى الله عليه وسلم هذا سايشو وأد مركا أصلقا أدبط ستو وأد مركا بريادة أردن أتخلق تو دهمي ياك نوال لغا كافين ذنبي ياك نوال لغورنا في دونا marka tan nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee siiqada ibraahimiyada ayadu ku saleeysa ama taa culimadu marka inta ay yare gaabane
أيدي نوسو النقليين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد على نبي الله محمد إن ذا سلوان جوقو قابنا علماء أي مركة آيات دستي تلوامه صلوا عليه وسلم وتصيبا أي كسو قاتلوي تادر إبراهيم يضع هذا دخل دواء تقول أكسا ذا إذا كسو قاب سطر لكن سيقويه كريه متدعى مخترعة مركة ميرها كوية لكو طبعها ذكارته هاو دوانا وحغيرو تكاليسا من شرتو تان نبي صلى الله عليه وسلم أياد مركة إن أدوك صلى الله عليه وسلم هذا خير دور يسو ويهدد وعقل دور يسرى دي أديك أيام مركة درس قيمتي سوري هلك إنه وشكته والله أعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.